السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جئتكم بطريقة جديدة وفعالة على هواتف الانفينيكس. هذه الطريقة تخص حساب جوجل اكاونت او حساب جيميل. الكثير منا يقع في هذا الخطأ، يقوم بفرمطة الهاتف وينسى الجيميل مفعل عليه، لذلك لا يمكنه ان يتخطى الجيميل الا بهذه الطريقة التي سوف اضعها امامكم. سوف نحتاج الى الهاتف ثم شريحة للمكالمات. شريحة لازم يكون في ضروري يكون فيها لكونتاكت او الاسماء. الان سوف نأتي الى المهم. هذه هي الثغرة الوحيدة الموجودة لتفادي حساب جوجل اكاونت في هاتف السمارت انفينيكس سمارت. الان سوف نأتي الى الطريقة. اول شيء نقوم بادخال الشريحة الى الهاتف. كما قلت سابقا ضروري ان يكون عليها اسماء او مكالمات، ضروري ان يكون فيها لكونتاكت. نقوم بادخالها. نغلق الهاتف. نأتي الى هنا، نفتح. يعطينا الكود بين ان كان في لاكارت الكود بين. اقوم بادخال الكود بين الخاص بها. ننتظر حتى تعطينا الريزو. هنا كما تشاهدون ها هو الريزو. الان سوف اضغط على سوف اختار هنا اللغة فرنسية او ماذا تريدون انتم، فرنسية، واضغط على برومي با هكذا. هنا سوف اختار كونفيغوراسيون اون طون كو نوفيل اباري هكذا. هنا سوف اتي الى افيشي تو لي ريزو واي فاي. هنا سيعطيني الواي فاي الخاص بي، ساختاره وادخل الكود الخاص به. واضغط على سو كونيكتي. عند الاتصال بالواي فاي ساعود الى الخلف، ساعود الى حيث كنت في السابق. هنا سيأتي دور البطاقة التي ادخلناها. اول شيء نضغط على ايرجونس. يجب ان يكون الواي فاي متصل كما تشاهد. عندما نضغط على ايرجونس نختار انفورماسيون ايرجونس، نبقى ضاغطين عليها ونضغط مرة اخرى هكذا. سوف تدخلنا الى هذه الصفحة. هنا ساختار هذا القلم واضغط على كونتيني. هنا سوف اجر هكذا الى الكونتاكت. هنا اختار اجوتي ان كونتاكت. كما قلت لكم يجب على الاقل ان تكون هناك اسم مسجل في البطاقة، على الاقل ان تكون كونتاكت واحدة في البطاقة. هنا سوف اختار هذا الاسم هكذا وساختاره مرة اخرى. اضغط على اوتوريزي مرة اخرى اوتوريزي. سوف تظهر لي هذه الصفحة. هنا ساضغط على الثلاث نقاط موجودة هنا فوق. سوف تظهر لي بارتاج، اضغط عليها. سوف يظهر لي هذه الايقونات. سوف اختار جيميل بطاقة مستمرة هكذا واضغط على انفو سيغ لابليكاسيون هكذا. هنا سوف تعطيني هذه الاختيارات. سوف اختار كونسوماسيون دي دوني واضغط مرة اخرى. كما قلت هنا سوف اضغط على بارامتر دو لابليكاسيون هكذا. تعطيني هذه الاختيار. سوف اضغط على الثلاث نقاط موجودة فوق هكذا وتعطيني جيري لي كونت واضغط عليها واضغط على كونتيني. كما ترون انا قد دخلت الى هذه الصفحة.
هنا سوف أختار consumption des données. أنا أسرع قليلا حتى لا أطيل عليكم في تسجيل الفيديو. هنا سوف نذهب إلى consumption des données. لا عفوا consumption des données موبيل ويفي. هنا سوف نبحث عن يوتيوب. سوف أختار يوتيوب هكذا وأضغط على بارامتر de l'application. عندما تظهر لي هاته أضغط على أبخوبو. وهنا سوف أأتي إلى هاته règle de confidentialité confidentialité de Google. أضغط هكذا ثم تطلع لي جوجل كروم وأختارها هكذا ثم توجور. كما ترون أنا دخلت إلى صفحة جوجل. هنا سوف أقوم فوق بكتابة 3W جوجل. أختار جوجل. نفتح صفحة جوجل. هذه هي صفحة جوجل. هنا سوف أكتب البرنامج الذي سأشتغل به كيك. سوف أترك لكم اسمه في الوصف. ها هو كيك شورت كوت ماكر. هذا هو البرنامج الذي سأشتغل عليه. هكذا سأضغط عليه لتحميله. سوف أضغط على الاختيار الأول وهنا أضغط على تيليشارجي وأنتظر حتى يبدأ في التحميل. هنا سوف يعطيني هذا الاختيار. أضغط على كونتيني ثم أوتوريزي. دائما أوتوريزي ثم أوكي ليبدأ التحميل. ها هو قد حمل البرنامج. أضغط على أوفغيغ وأضغط على بارامتر ثم أذهب إلى سوق سانكوني ثم أوكي وأعود مرة أخرى إلى الخلف وأعاود تحميل البرنامج من جديد. تيليشارجي أوفغيغ مرة أخرى. هنا سيعطيني أنستالي. وهذه هي صورة البرنامج. هذه الصفراء. أضغط على أنستالي. ننتظر حتى يسطب البرنامج. هنا سأضغط على أوفغيغ. هذا هو البرنامج الخاص بنا. سوف نقوم بالبحث عن أحد الملفات أو أحد الأبليكاسيويات. ها هي كما ترون OOBE. سوف أضغط عليها هكذا وأضغط على الاختيار الأول. عندما تظهر لي هذه هنا سوف نقوم بالنقر على إسيه. وهنا سوف أختار دولتي. أنتم أيضا يمكنكم فعل هذا. أختار المغرب. أضغط على ديماغي. سوف يعيدني إلى الصفحة السابقة. سوف نعود إلى الخلف ونعاود تحميل البرنامج من جديد. أو نبحث عنه في تيليشارجمو. ها هو البرنامج. سأقوم بتسطيبه مرة أخرى أو تثبيته في الهاتف. ها هو. أضغط على أوفغيغ. وهنا سوف نبحث عن برنامج أو أبليكاسيون اسمها لونشر. سوف نبحث في ال عن برنامج اسمه لونشر. سوف نقوم بكتابة لونشر. لونشر ها هي الاسم. هو ظهر لي البرنامج. سأضغط عليه هكذا وأفتح الملف الأول. سوف يعطيني إسي وأضغط عليها. هنا كما ترون سأضغط على دماغي ثم سيليكسيوني. وكما ترون في الهاتف قد فتح من جديد. الآن سوف أذهب إلى هنا وأقوم بإدخال حساب جيميل جديد. سوف نقوم بالعملية معا. هنا سأقوم بإدخال جيميل الخاص بي.
هذه الطريقة شغالة 100%. أقوم بإدخال الكود الخاص بالجيميل، بعد إدخالي للكود سأضغط على كونيكسيون جاكسبت. هذه العملية ليست مهمة، في لا يجب علينا جميعا إدخال جيميل جديد، فقط الهاتف قد فتح من جديد. أنا أفعل هذه العملية لنتأكد جميعا أن الهاتف قد فتح 100%. سأضغط على غوديماغي، لقد أدخلت جيميل جديد. سوف أضغط على غوديماغي لأتأكد أن الجيميل الجديد قد أضيف إلى الهاتف والجيميل القديم قد مسح من الهاتف. طريقة شغالة 100%، فقط إذا تتبعتم الطريقة التي قمت بها أمامكم سوف تشتغل معكم جميعا. ننتظر حتى يشتغل الهاتف لنتأكد أن الهاتف قد تخطى حساب جوجل أكاونت، والطريقة شغالة 100%، كما قلت 100%. ننتظر حتى يشتغل الهاتف. نتأكد هل تخطى حساب جيميل أم لا. سوف أقوم بإدخال الكود الخاص بالكارتة. نضغط على بخوميي با، ثم نقوم بكونفيغيري اون طون كو نوفي لاباغاي. هنا ننتظر قليلا، يجب أن يكون الويفي سريع لتفادى كل هذه المشاكل. عفوا إذا أطلت عليكم في الفيديو، فالهاتف يحتاج إلى دقائق كثيرة. ليس المهم هو الربح، ليس الغرض من هذا كله هو الربح. الغرض من هذا هو أن أشارك معكم طريقتي الخاصة لنتفادى جميعا هذا المشكل الذي يقع فيه الكثير من الناس. فقط أنا بحثت كثيرا ووجدت هذا الحل، فهذا هو الحل المناسب وليس له مثيل، ولن تجد مثل هذا الحل أبدا، لأنه الحل الوحيد الذي يفتح هذه النوعية من الهواتف. هذه الطريقة ممكن أن تشتغل على تقريبا على 90% من هواتف لنفينكس، ليس هذا الهاتف فقط، يمكن أن تشتغل على حوالي 90% من هذه الهواتف فقط إذا طبقتم الطريقة كما أنا طبقتها. سوف أقوم بإيقاف الفيديو قليلا، وكما ترون فهو قد أعطاني ميزاجور لوجيسيال. كما ترون هنا كونت أجوتي لو كونت ربيعو سيتي، هذا هو الكونت الخاص بي. الآن سوف نقوم بالخطوات الباقية، سأضغط على سويفون، أنتظر قليلا. طريقة بسيطة ولا تحتاج لا كمبيوتر ولا أي شيء آخر، فقط شريحة والهاتف والويفي، فقط هاته الثلاث أشياء يحتاجها الهاتف لتفادي حساب جوجل أكاونت. وكما ترون فالهاتف قد فتح من جديد، وسوف أتأكد هل الجيميل الخاص الجديد الذي أدخلته قد أدخل إلى الهاتف أم لا. كما ترون فهذا هو الجيميل الذي قمت بإدخاله.
مبروك علينا الطريق جميعا، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بشيء ولو قليلا، وأراكم إن شاء الله في موضوع جديد. ولا تنسوا دعمنا بلايك وتعليق، وإن كان ممكنا اشتراك، وأراكم في موضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.